السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج مجتمع واعي. عيدكم مبارك، مساك الله بالخير فواز، وعيدك مبارك في اليوم الثالث. مساك الله بالنور والسرور، يا مرحبا فيك ويا مرحبا فيكم مشاهدينا على هالأنغام الجميلة من الفرقة الموسيقية للشرطة. نهنيكم بثالث أيام عيد الفطر السعيد. الوطن أولا وفوق كل اعتبار، هذه هي القاعدة وهذا هو القرار وهذه هي الاستراتيجية من دون أي أسرار اللي مكنت البحرين من مواجهة فيروس كورونا. فريق البحرين ومن دون أي تأخير وانتظار اتخذ إجراءات وقائية واحترازية تعزز من قدرة المملكة الصحية، الأمر اللي ساهم في أن تكون البحرين اليوم نموذج للتعامل مع هذه الجائحة. صحيح يا فواز، كل فرد في فريق البحرين ساهم في حفظ سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، له منا أكيد كل شكر وتقدير، وبالتأكيد كل أفراد المجتمع بدون استثناء لهم دور كبير في هذه المرحلة من خلال دعم الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللي حددتها الجهات المختصة. بالفعل يا لولو، البحرين اليوم رائدة في التصدي لوباء كورونا على المستوى العالمي، ولها السمعة الطيبة في هذا المجال بإشادة منظمة الصحة العالمية بالإجراءات اللي تم اتخاذها للتعامل مع فيروس كورونا، حيث وضعت القيادة الحكيمة صحة المواطنين والمقيمين على رأس الأولويات بإطلاق حزمة من المبادرات بكل المجالات. صدقت يا فواز، البحرين وفرت ولله الحمد كل ما يلزم للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس والحفاظ على النمو المستدام بإذن الله. حياكم الله من جديد. وزارة الصحة كعادتها تتابع بشكل دوري المستجدات والتقنيات اللي تطرح في مجال تشخيص المرضى وعلاج ومساعدة الكادر الطبي العامل خلال هذا التحدي الصحي، حيث يشهد القطاع الصحي في مملكة البحرين طفرة تكنولوجية جديدة مع بدء استخدام الروبوتات. بالفعل هذه التقنية الحديثة تساعد الكادر الطبي على توزيع العمل وتقليل الاختلاط بينه وبين المرضى لتقليل خطر إصابة الطاقم بالفيروس واستمرار العمل ضمن أعلى درجات الحماية والسلامة. الزميلة شوق العثمان زارت مركز إبراهيم خليل كانو للعزل الصحي وعدت لنا هذا التقرير، خلنا نشوفه معاكم. تطور تكنولوجي وتقنيات حديثة تواجدت في مركز إبراهيم خليل كانو للعزل الصحي بهدف تخفيف العبء على الطاقم الطبي. يستمر العمل على قدم وساق للتخلص من كوفيد-19. طبعاً إحنا هني في منطقة عزل والتعامل مع مرضى معظمهم positive patient، الوصول لهم لازم يكون بحذر، فاستخدام الروبوت راح يخفف نقل العدوى بين الستاف الموجودين
بنسبة كبيرة جدا، وراح يكون سيف في التنقل. طبعا الروبوت يتميز انه ممكن يتكلم من خلاله، حتى من اللي احنا نسميه الكنترول بانل، من مكان التحكم الدكتور او حتى الممرض يتكلم مع المريض وهو في غرفة المرضى، يعني مو ضروري يكون دايركت كونتاكت. في نفس الوقت ممكن نقيس حرارته، ممكن نقيس يعني يكون في ثيرمال بودي تمبريتشر، بحيث انه ممكن يشخص الحالة الدكتور. احنا ممكن نوصل الأدوية الى المرضى عن طريق هاي الروبوت، وفي فانكشناليتي ثانية مثل ممكن تعقيم المنطقة اللي هو فيها. في هاي الفترة يعني في تطور كبير جدا، يعني اللي هو صار عندنا التشخيص عن بعد، الاتصال بالمرضى، توصيل الأدوية مثلا الى المنازل. حاليا احنا يبنى الروبوتات، يعني هاي ذا توب اوف ذا تكنولوجي الحين احنا قاعدين نستخدمه. ردود فعل إيجابية من قبل الطاقم الطبي والمرضى خلال التعامل مع الذكاء الاصطناعي من خلال تقديم أكثر من خدمة ومساعدة للطاقم الطبي من خلال توزيع العمل. أهم شيء هو يقلل من الاحتكاك بين اللي هو الطاقم الطبي والتمريضي مع اللي هو مع المرضى اللي هو يكونون الكوفيد 19 اللي هو البوزيتيف. والجزء الثاني ممكن انه يشيل اعباء اكثر عن الطاقم التمريضي من ناحيه كميه انجاز العمل اللي ممكن ينجز في الوقت اللي مطلوب منهم. الحمد لله يعني اشوف احنا طبعا احنا الدول السباقه في اشياء كثيره، ومثل هذا اللي تشوفون الريبورت، طبعا احنا هذا يمكن على مستوى الخليج العربي احنا يمكن اول دوله تدخل هذا الروبوت في الاستخدام حق المرضى، فهذا شيء جيد جدا. وطبعا تشوف البحرين الحمد لله لو شفنا طريقه التعامل مع اللي هو جائحه فيروس كورونا، بتشوف ان البحرين احنا يمكن نكون في الدول المتقدمه في هذه الاشياء من ناحيه الاجراءات الاحترازيه والاستباقيه في التعامل مع المرض. خطط كبيره واستحداث وتوسعه للارضيه التكنولوجيه في مراكز العزل في المملكة بهدف تقديم أعلى درجات الرعاية للمرضى والعاملين ضمن الكادر الطبي لحفظ سلامة الطرفين. شوق العثمان لبرنامج مجتمع واعي. بالفعل جهود كبيرة في الحقيقة تبذلها وزارة الصحة وشراكات فعالة دمجتها الوزارة لتكون الصحة في التكنولوجيا في نفس البوتقة من خلال إدخال الروبوتات إلى صفوف العمل جنبا إلى جنب مع الأطباء والممرضين لاستمرار العمل الدؤوب على مدار الساعة طبعا، وتقديم الخدمات الطبية المثالية للغاية بالمصابين في المستشفيات ومراكز العزل والحجر الصحي. بالفعل فواز، يعني وزارة الصحة وحدت جهودها لمحاربة هذا الفيروس من خلال الإرشادات والتوعية في جميع أنحاء المملكة وتبني الخطاب الشفاف اللي عكس الصورة المشرفة لأبناء البحرين مواطنين ومقيمين من خلال هذا التحدي الصحي. وللحديث أكثر عن إدخال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى المستشفيات معنا عبر الهاتف الأستاذة فاطمة عبد الواحد الوكيل المساعد الموارد والخدمات بوزارة الصحة. مساك الله بالخير أستاذة وعيدك مبارك. لو تكلمينا أكثر عن خططكم لإدخال الذكاء الاصطناعي إلى مستشفيات المملكة. مساء الخير وأشكركم على هذه الاستضافة وأهنيكم بحلول عيد الفطر السعيد. أما بشأن سؤالكم عن خطط الوزارة، أود أن أبين أن استخدام الروبوت في تقديم الرعاية الصحية هي طفرة نوعية غير مسبوقة في الخدمات الصحية، وتحدث لأول مرة في تاريخ القطاع الصحي بمملكة البحرين. وكوني رئيس للمشروع أشعر بكل فخر واعتزاز بهذا الإنجاز الوطني الهام. والمرحلة الحالية لمواجهة جائحة كورونا حتمت علينا استخدام أحدث التقنيات لمواجهة هذا الوباء العالمي، وانطلاقا من توجيهات القيادة الحكيمة متمثلة في سيدي صاحب الجلالة ملك المفدى وسمو رئيس الوزراء المؤقت وسمو ولي العهد الأمين، الذين وجهوا لاستخدام أحدث التقنيات في مواجهة هذا الوباء العالمي، وذلك حفاظا على صحة المواطنين واستنادا إلى قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا وتوجيهات الإدارة العليا بالوزارة برئاسة سعادة وزيرة الصحة السيدة فائقة بن سعيد الصالح الموقرة لتقديم أفضل الخدمات الصحية. قمنا من خلال لجنة المشاريع والتقنية الطبية بدراسة الوضع الحالي وبيئة العمل للعاملين في الصفوف الأمامية في مواجهة المرض
ووضعنا خطة لتعزيز سلامة بيئة العمل، وتم دراسة عديد من المقترحات والاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال. ونظرا للنتائج الإيجابية لاستخدام الروبوت في حماية الموظفين والعاملين في الخطوط الأمامية، وأيضا النتائج الإيجابية على مساعدة مرضى المصابين بكوفيد 19، قررت اللجنة استخدام وإدخال الروبوت إلى تقديم الخدمات التمريضية والطبية جنبا إلى جنب إلى موظفين وزارة الصحة. وحاليا نستخدم عدد 3 روبوت في أجنحة العزل والعلاج، وإحنا في انتظار نتائج هذه الدراسة، وبناء على نتائجها سيتم التوسع من خلال خطة مبرمجة في استخدام الروبوت في تقديم الرعاية الصحية. والله شيء مشرف لما نشوف هذه التكنولوجيا الحديثة تدخل في مستشفياتنا. أستاذة فاطمة، هل يمكن يعني نحن نشوف الروبوتات بعدد أكبر في الأيام القادمة حتى بعد انتهاء تحدي كورونا الصحي بإذن الله؟ طبعا الروبوت دخل في تقديم العديد من الخدمات الصحية في العديد من الدول وأعطى نتائج إيجابية، والآن إحنا النتائج الأولية في استخدام الروبوت في مراكز العزل يعني أبدأ نتائج طيبة، وقد نشهد توسع استخدام الروبوت في بعض المواقع الصحية المحدودة في المستقبل أيضا. نعم، يعني إحنا تابعنا بعد من خلال التقرير أن من بين المهام الموكلة للروبوت حاليا هي قياس حرارة المريض وبعد توصيل الطعام، لكن هل ممكن أن إحنا نشوف في الأيام الجاية أعطائهم مهام أخرى، أعطاء هذه الروبوتات مهام أخرى؟ نعم، إحنا حاليا نستخدم 3 روبوتات، روبوت الممرض اللي صار الطبيب والممرض، وروبوت التعقيم، وروبوت نقل المواد اللي يحتاجها المريض بين التمريض وبين غرف المرضى. طبعا حاليا الروبوتات هذه ممكن يضافت عليها عدة خدمات، خاصة الروبوت التمريض المساعد الطبيب ممكن ياخذ تخطيط القلب، ممكن نضيف ميكروسكوبات، ممكن ياخذ العينات، بالإضافة أنه هو يتحدث عدة لغات، ممكن طبعا مثل ما وضح التقرير أن الطبيب والمريض يتواصلون من خلاله، ممكن يقوم بالترجمة، ممكن أيضا يقوم بالفحص لعدة مرضى في آن واحد وتسجيل مؤشراتهم الحيوية من خلال بصمة الوجه، وأيضا يصدر تقارير عن كل مريض على حدة وتنقلاته خلال فترة العلاج داخل المستشفى. والآن إحنا أيضا مع جهاز مع فريق التمريض نقيم أيضا احتياجات الطاقم التمريضي من الروبوت لإضافة عدة خدمات على الروبوتات الحالية. فطبعا هذا المجال متسع، وممكن الروبوت يقوم بعديد من المهام اللي تساعد الفريق الطبي في أداء مهامه. نعم سيدة فاطمة، شوقتينا يعني ودنا نشوف ردود فعل المرضى. شلون تشوفين ردود فعل المرضى خلال التعامل مع الروبوتات، يعني من بعد التعامل مع البشر يتعاملون مع روبوتات، شلون تشوفون ردود الفعل؟ حاليا للأمانة الفريق الطبي وأيضا المرضى والممرضين طبعا متحمسين جدا لهذه التجربة ومستمتعين فيها، وطبعا هم مندهشين أن روبوت مع الطبيب والممرض يقدم لهم خدمة، فهي تجربة ممتعة بالنسبة حق المرضى. وإحنا نشوف أن من ردة فعل المرضى المبدئية أن في مستقبل واعد، كون المجتمع البحريني مجتمع واعي ويقدر التكنولوجيا ويستخدمها في حياته اليومية، فإحنا نشوف في مستقبل لهذا المجال. وإلى الآن تجربتنا ناجحة والمرضى متقبلين الروبوت وسعيدين جدا بهذه التجربة. نعم، يعني أستاذة فاطمة لو تكلمينا أكثر، يعني هل ممكن أن الروبوت في المستقبل يأخذ مكان الممرض في المستشفيات؟ هل في تخوف من هذا الشيء أو ممكن في احتمالية حق هذا الشيء؟ حاليا طبعا الروبوت ما جاء لحل محل الموظفين أو العاملين في القطاع الصحي، الروبوت جاء لمساعدة وخلق بيئة سالمة وبيئة مأمونة لتقديم الرعاية الصحية، لأن ما في توجه بتاتا ل استخدام الروبوت محل الموظفين. احنا حاليا توجهنا انه هو استخدام الروبوت لمساعده الفريق الطبي، وسيظل يعني في هالنطاق ما راح يستبدل البشر. احنا نحتاج روبوتات لتقديم خدمات سريعه قياسيه تضمن مأمونية خدمة صحية للمريض وايضا لمقدم الرعاية الصحية. نعم، يمكن أنا عندي سؤال ذو شقين أستاذة فاطمة، يعني هل الروبوتات من جانب آخر يتم برمجتها وفق المعطيات اللي موجودة في مستشفياتنا في الخليج ولا في البحرين على وجه التحديد؟ هذا من جانب. من جانب ثاني أيضا إحنا عرفنا ردود فعل المرضى، ردود فعل الكوادر الطبية اللي موجودة في المستشفيات شلون كانت بالتعامل مع الروبوت؟
الروبوتات طبعا ممكن برمجتها حسب احتياجات الخدمات الصحية، وفي مجال واسع لبرمجتها، برمجتها حسب احتياجاتنا وأيضا حسب اللغة المطلوبة. فهي تتكلم أكثر من 18 لغة، وأيضا ممكن أنها تترجم بين المريض وبين الطبيب الحديث بينهم. بالنسبة لردة فعل الطاقم الطبي، طبعا مثل ما شفتوا في التقرير الطاقم التمريضي والطبي يعني متحمس لهذه التجربة، ويشوفون أنه تقدم تكنولوجي ومساندين إن هذه التجربة تنجح، ومطلعين إلى استخدام التقنية والذكاء الاصطناعي بشكل أوسع وأكبر في المستقبل في القطاع الصحي. يعني احنا فخورين كل الفخر بما تقدمه وزارة الصحة، وخصوصا في هذه الوقت وفي هذه الأزمة. الأستاذة فاطمة عبد الواحد، الوكيل المساعد للموارد والخدمات بوزارة الصحة، شكرا جزيلا على وجودك معنا. مشاهدينا، لا تخلو أعيادنا وأفراحنا في مملكة البحرين من الفنون الشعبية والموسيقية اللي تزيد فرحتنا بالعيد بهجة وسعادة. طبعا يعني عيد من غير فرح ومن غير يعني موسيقى ما اعتقد عيد. طبعا في مثل هذه المناسبات دائما ما تكون الفرقة الموسيقية للشرطة عنصر أساسي بمشاركتها في فرحة الناس بآلاتها الموسيقية واستعراضاتها الجميلة، وسعيدين بتواجدهم اليوم معنا في الاستوديو. خلينا نسمع معاكم بعض المقطوعات الموسيقية والمعزوفات الموسيقية من الفرقة الموسيقية للشرطة.
مشاهدينا، العديد من الجهات تواصل أداء مهامها على أكمل وجه خلال أيام العيد والمناسبات الوطنية، وواحدة من هذه الجهات هي خفر السواحل يا فواز. بالفعل لولو، يعني دور كبير تقوم فيه قيادة خفر السواحل في مجال الأمن والسلام البحرية وحماية حدودنا الإقليمية. طبعا الحديث أكثر حول هذه الدور والمهام اللي يقومون فيها يسرنا أن ينضم لنا من غرفة عمليات خفر السواحل الملازم أول يوسف يعقوب البسيتيني، ضابط عمليات بقيادة خفر السواحل. مساك الله بالخير وعيدك مبارك في ثلاث أيام عيد الفطر السعيد. لوحظ يعني زيادة في عمليات ضبط كميات الربيان المحظور صيدة في هذه الفترة من العام، كيف يسهم ذلك في تعزيز الالتزام بإنفاذ القانون؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعيدكم مبارك. استنادا إلى قرار رقم 18 لسنة 2020 بشأن صيد وتداول وبيع الربيان، فإنه يقع على عاتق قيادة خفر السواحل واجب معاون سلطات الدولة في تأدية وظائفها وفق الأحكام القانون، وعليه تقوم قيادة خفر السواحل بمهام الضبط القضائي ومخالفات استئناف الثروات البحرية. تعزيز السلامة البحرية مهمة رئيسية لخفر السواحل، شنو هي جهودكم لتحقيق ذلك في خلال فترة العيد تحديدا؟ تهدف قيادة خفر السواحل على السيطرة البحرية على سواحل مملكة البحرين بتوظيف أحدث التقنيات البحرية الحديثة، حيث هناك جهاز التعرف الآلي الذي يقوم على المراقبة الحية والرصد المتواصل للحركة البحرية وسرعة الاستجابة للكوارث والحوادث والبحث والإنقاذ. وتواصل قيادة خفر السواحل إمكانياتها وجهودها لتوفير البيئة البحرية الآمنة خلال فترة العيد. الملازم أول يوسف، يعني عملية التوعية هي محور أساسي في عمل خفر السواحل، ما هي أبرز الأرشادات والنصائح المتعلقة بهذه الفترة تحديدا؟ وهناك كذلك توعية مستمرة لمرتادي البحر في النقاط الساحلية والمرافق الصيادين وفي النقاط التفتيش البحري وكذلك في الدوريات خفر السواحل، حيث تحث مرتادي البحر على متطلبات الأمن والسلامة البحرية، منها عدم تجاوز مياه الإقليمية وسترات النجاة وأدوات السلامة والتأكد من الأرصاد البحرية قبل دخول البحر، وأهمها تسجيل لدى خفر السواحل قبل الدخول. الملازم أول يوسف يعقوب البسيتيني، ضابط عمليات بخفر السواحل، شكرا جزيلا لك. أجواء عيد وفرح وسرور، لكن كل أعيادنا إحنا موجودين في البيت، خاصة في هذا العيد إحنا كل واحد ملتزم بالجلوس في منزله ومع أسرته الصغيرة وما يطلع برا بيته إلا للضرورة فقط. رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا، لكن هذه المرة مع إبداع ومقامات الفرقة الموسيقية للشرطة. لكم المايك يا الفرقة وسمعونا المقامات الحلوة.
كوادرنا الطبية ومن يعمل في الصفوف الأمامية جهودهم نبيلة ومستمرة بكل إخلاص، ولها دور واضح في خدمة المواطنين والمقيمين، وأكيد يبذلون كل جهدهم من أجل راحتنا. لكن حابين نتعرف شنو هم شعور الممرضين وهم في عملهم وشلون كان العيد وياهم؟ نعم لولو، احنا كأسرة البرنامج برنامج مجتمع واعي بنستمر بإذن الله في تواصلنا اليومي خلال أيام عيد الفطر مع مجموعة من كوادرنا الطبية، واليوم معنا عبر سكايب الممرضة مريم سبت من مركز الفحص بمركز البحرين الدولي للمعارض. مساك الله بالخير مريم، وعيدك مبارك انت والاسره الكريمه، ويا ريت تقولين لنا شنو شعورك وانت تقضين العيد هالسنه في العمل وبعيد عن الاسره. السلام عليكم ورحمه الله، شلونكم؟ عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير وتعيدون ان شاء الله كل سنه بين حبايبكم. شعوري شعور غير مختلف عن كل سنة احتفلت فيها بالعيد بين أهلي وفي لمة الأهل. شعوري مختلف لأني هالسنة احتفل بالعيد وأنا على رأس العمل في مركز المعارض لوضع الدولة الاستثنائي مع جائحة كورونا، فهو شعور ما يوصف، بس كل شيء هون لأجل خدمة البحرين وأهل البحرين، كل شيء هون. الممرضة مريم ست من مركز البحرين الدولي للمعارض، كل الشكر والتقدير لك وعيدك مبارك مرة ثانية. كوادرنا الطبية والتمريضية في المملكة البحرين أثبتت جهودها الإنسانية الجبارة من خلال تفانيهم في أداء واجباتهم بكل مهنية واقتدار في ظل الظروف الاستثنائية وحتى في أيام العيد. بالفعل لولو، يعني شفنا أمثلة وايد للتفاني في أداء الواجب وبكل مهنية واقتدار من أجل حفظ صحة وسلامة الجميع من مواطنين ومقيمين على هذه الأرض الطيبة. فريق عمل البرنامج تواصل مع الدكتورة جهينة بوهندي استشاري طب العائلة وهي في الدوام، خلينا نتابع وياكم. عيدكم مبارك وكل عام وانتم بألف خير وصحة وسلامة وكل من يعيش على أرض ديرتنا الحبيبة البحرين. وفي البداية أحب أن أنا أرفع أسماء التهاني إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملكنا ملك القلوب، وإلى مقام سيدي حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، وإلى مقام سيدي حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد وقائد هذه الأزمة بكل حكمة، ولمهما قلنا ومهما سوينا ما نوفي حقه، وإلى كل أفراد وأعضاء الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا على كل الجهود المبذولة، وإلى كل فرد يعيش في أرض ديرتنا الحبيبة البحرين، عسى ربي يحفظكم ويسلمكم، وإحنا موجودين لكم ونتشرف بخدمتكم في كل ظرف وفي كل وقت. حتى في العيد إحنا يعني العيد السنة غير، لكن الحمد لله رب العالمين نقول الحمد لله على نعمة الصحة والسلامة. طبعا هذه الأزمة علمتنا هذا الدرس اللي إحنا تعلمناه وراح نعلمه لكل الأجيال القادمة، إن صحة الإنسان وسلامته لا تقدر بثمن، وإن كل شيء هون في سبيل صحتكم وسلامتكم، وكل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة. مشاهدينا، الكادر الصحي أثبت في هذه الظروف أنه قادر على التعامل مع مختلف التحديات، وعيونهم ساهرة على حفظ وصحة سلامة المواطنين وحتى المقيمين، وجهودهم جبارة في مواقع العمل للحد من انتشار الفيروس. صدقت يا فواز، يعني كلنا فخورين فيهم. خلونا نسمع منهم شلون أوضاع العيد معاهم وهو وشنو شعورهم وهم في مكان عملهم. معنا عبر السكايب فنيات مختبر إدارة الصحة العامة حوراء التيتون وجنان محمد. السلام عليكم وعيدكم مبارك، لو تخبرونا هو شنو شعوركم وأنتوا على رأس العمل في عيد الفطر السعيد؟ عليكم السلام، يعطيكم العافية، عيدكم مبارك، الحمد لله رب العالمين. طبعاً إحنا موجودين في مختبرات الصحة العامة وعلى الدوام، اليوم عيد، الحمد لله رب العالمين. إحنا كل شكورين طبعاً إن إحنا واكلين هالوجبة اللي إحنا تحتاجنا وقاعدين نسوي اللي نقدر عليه، وبإذن الله أزمة وتحدي. بالعادة طبعاً الأطفال اللي يروحون عايزين على جوازها، العائلة لما تتم سنة غير شوي، إن شاء الله نقدر عليها، إن شاء الله تعدي الأزمة.
بالنسبة يعني لوضعي أنا متعودة على أول يوم ثاني يوم ثالث يوم كله ويا الأهل أهل زوجي، هالعيد شوي يعني مختلف بالنسبة لي، يعني صاير غصة في القلب، بس إن شاء الله يعني هي فترة وتعدي. هالسنة ما عايدنا، السنة الجاية وقدامنا سنين العمر، بس يعني البحرين محتاجتنا فلازم نوقف هالوقفة، ويعني الحمد لله على كل حال، ونجعلكم العايدين سعيدين، والله يعودنا وياكم إن شاء الله في حالة أحسن حال. شكرا جزيلا لكم، وتأكدوا ونحن كلنا فخورين فيكم، وأكيد أهلكم الحين قاعدين يتابعونكم وفخورين فيكم، يعني أنتم اللي قاعد تقدمونا اليوم فعلا على رأسنا كلنا، ويعطيكم العافية. قدرات كل شخص في هذا المجتمع وعزم وإرادة أهل الوطن المخلصين تخلينا نكون واثقين بإذن الله من قدرتنا على تحويل هذا الظرف الاستثنائي إلى قصة نجاح. بالفعل يا لؤي، قصص نجاح مو بقصة نجاح، مبادرات جلالة الملك المفدى الله يحفظه ويرعاه، ومتابعة سمو رئيس الوزراء وقيادة سمو ولي العهد لفريق البحرين أثمرت عن تقديم العديد من التسهيلات والمساهمات اللي تحفظ البحرين بإذن الله وتحد من انتشار كورونا في هذه الفترة، وتساهم بعد في أن تواصل البحرين السير بثبات نحو مزيد من التطور والنماء في المرحلة اللي تلي فيروس كورونا. أكيد، وبتكاتف المجتمع وتعاونهم راح نجتاز إن شاء الله هذه الفترة، بس أهم شيء أن كل شخص يلتزم بدوره في هذه الفترة ويحرص على التباعد الاجتماعي وما يطلع من البيت إلا للأمور الضرورية. بالفعل، الله يحفظ البحرين وأهلها يا رب. مشاهدينا، وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم، نلقاكم بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج مجتمع واعي. في أمان الله ومع السلامة. في أمان الله، وكل عام وأنتم بخير.